أفتح سجلك يا زمن للفرح والأمان، كل يوم دمعة تنضرب مليت من الأحزان، نبكي ونمسح دمعتي، نضوي وتطفى شمعتي، واللي نصيبه خان. كل يوم صدمة تزيدني، جرح وبكى وعذاب، لا حب دام ولا رفق، لحباب صار حباب. كل يوم صدمة تزيدني، جرح وبكى وعذاب، لا حب دام ولا رفق، لحباب صار حباب. غابة بلا قانون، واللي ضعيف يهون، وللزمن صار زمان. على الرغم من أن مجدي سيتم إعدامه في هذه اللحظات، ولكنه في غاية السعادة التامة، كأنه على يقين من أنه سيلتقي بمها من جديد، أو لأنه أخذ بثأرها وقتل معتز. هكذا هي النهاية. اخي عماد، صباح النور. ركبت باهي البارح. هاي تفضل تفضل، لو تجيب لك القهوه. اقول لك الحاجه، راهو الخديه مش كل يوم عرياني. انت بدلني قميصتي هذه معاك يا ودي. باه قول لي انت شن تبي وش ناوي كي تتغدى، وانا نجيبه لك اليوم اللي يجي منك. باه يا سي. باه حاضر، اليوم باذن الله يوصل لك غداك. غل بنمشي تو الصاله، بعدين بنمشي للخدمه كي، بعدين ندير دوره مرات في الحوش كي نشوف شنو يبوا شنو ما يبوش، وباذن الله نجيك. قول لي مشيت الامور معاك امسو؟ لا الحمد لله، والله تميت. باهي باهي، ما تنساش عليه، ورا اليوم عندنا موعد بالمسرح. ان شاء الله بعد تم اموري ان شاء الله، بعدين نكلمك. باهي يلا خذ القهوه عشان نبه. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يلا عليك.
ايوه نعم باي باي حاضر حاضر انا جاي انا جاي السلام عليكم. السلام ورحمة الله. بالله صدق محمد أم غرفة. السلام. هذا الدور الأول غرفة 215. شكرا. عفوا. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. كيف حالك يا صادق يا أخوي؟ الله يبارك فيك. كيف حال صحتك اليوم؟ الحمد لله. لا الحمد لله وجهك ناير ما شاء الله وجهك ناير يبارك فيك يا الحمد لله الحمد لله الحمد لله شن حالك يا صديق؟ لا كويس ممتاز قول لي حبيبي ولدك وبنته شو زاروك اليوم؟ ايه الحمد لله الحمد لله الحمد هذا لله. بفضل الله سبحانه وتعالى بفضلك انت لا ما عنديش في جميل حاجة انا تلاقيت مع ولدك في القهوة اليوم ونزلت عليه قلت له رد بالك تخلي مرتك تتحكم فيك قال لي حاضر قلت له امشي ارفع بنتك تزور جدها قال لي حاضر عمي نادر الله يبارك فيك يرحم والديك انا يا صادق يا اخوي عمري ما ننسى الرفقه الطيبه لكن انا قديش مره قلت لك والله مش ناسي اللي درت فيا بارك الله فيك لا 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 معليش وشوق ما قلت لك تعال اقعد بحداي غادي في الحوش انت ما بتش لكن الغالب تو خلاص اللي فات مات لكن نبي منك حاجه واحده اول ما تطلع من المستشفى جي تزورني في الحوش غادي باي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله هاي السلام عليكم ان شاء الله لاباس ان شاء الله لاباس عليك خليتك في عافيه ان شاء الله مع السلامه الف سلامه الف بارك الله فيك عطلت عليك كيف خشيت؟ انت ايش تبي مني بالضبط؟ فهمني ولد عمك خير يا ولد عمك ما خيراش ولد عمك مات مات؟ امتى مات وكيف صار؟ مات امس وهو طالع من الحوش ضربات السيارة وانت على جاي تحكي لي في الدوهات؟ على خاطرك اللي درت انا على خاطرك انت انت خاطر شو اللي تحكي عليه هذا؟ انا ما قلت لك شو قعمز تقعمز درت هوا لانك انا ما درتاش رزقك كله بيطير وحيصير لك فيها البا حتنتهي 50,000 ومات الموضوع واعرف انك انا ما جبتهمش حيكون يوم القيامه قريب عندك فله يا حواج فله 50,000 منين بنلقاهم لك 50,000 انا؟ شيل الفلوس نلقى فيهم ملوحين في الشارع ولا شيء؟ 50,000 نقول يا مراد برا يا مراد برا الحوش ما في شيء ده راح يصبر ماء قدامه لا ايه طاح فضتك الاخطر مفتحنا الباب ينقز علينا فار ايوه صبر ماء ايه مش تعرف حتى لا هذيك ولا ما قدنا يا راس ايوه شو صار خلع ولا شنو بس وما مالك من يوم يوم وجه فقر يا بس والله مالك وجه فقر يا باي شنو واتيو هيا سخر روحك كيف نمشي الاوزان قول لي ليلك فكرني لما نطلع نعطيك الفلوس انا ما صارش منه مباشر
علاش الله خير شنو فيه؟ ولا صارت اشكاليه بيني وبين خدمه وبيني وبين المكان اللي تعرفه، المهم الناس حصلتهم انا شق ذكرني انت بس عادي باي مش مشكله. تعرف انت اصلا ذاك اليوم كان خلت نضرب راك ريحتني من البدايه يا راجل. اي نبيك تو تشد روحك في البطوله، نبيك الاول يا مان. تم يا مان هاني اي. هذه اللي مهبلني بها. صبرت على قاع مستحلة. تشبه فيها البنت هذه. البنت هذه أحسن من 100 رجل. باي يا سيد. شنو يديروا هم؟ تفرج وأنت ساكت. صفق صفق ممتازة فعلا، كنت رائعة. باي الحمد لله. على فكرة لو ما جيتش كنت زعلت منك. لا 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 كيف ما نجيش عاد. اسمعي انا اليوم جاي معي دعم. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا بك وصلى لك الحمد. على فكره انا من كثر التصفيق قريب بكيت بصراحه. هذا هو صاحبي وولدي علي اللي قلت لك ديما مبهدل فيا. والله يا ابوي انت تعرف التعب خزي مش جديد. ما دام قال بوي معناها عارف روح اللي غلط. باي حتى انت وسع بالك تعب خدمه راه. من البهدله الثانيه. خلاص اسمعي أنا اليوم عزمكم على حساب علي. ما عندكمش أي مشكلة، شوفوا المطعم اللي تبوه ويلا عادي. خلاص أنا نمشي نجيب حاجتي ونجي. هذه أول مرة يديرها راهو. ما تعديش عليه. باهي أنا نمشي نجيب حاجتي ونجي. تفضلي تفضلي تفضلي. يلا نمشي أنا. هاي هاي. إي واضح يعني ما شفتنيش من بدري قريب بكيت. ما اشبح لي شك. أنا بقول شيء واضح عليكم اليوم أنتم متفقين علي عاد. أنا مش شوري شوف عمو نادر. لا لا والله بجديات اليوم بس خدمة ضغط علي قلبة وتعب فهذا على أسر. يا رب يكون في عونك باعتبارك أنا مرهق ومتعب كده خدمتك واجدة. أي والله يا هلبة الحق الحمد لله. حتى أنا خلص الحمد لله. صحتين عليكم. سلام. سلام. هو من ناحية يحب خدمته يحبها فعلا وممتاز بها راه. حلو very nice. لكن ديما تجي على راسك. معليش. نوع ما كلام عمي نادر صح. باهي وش ثاني؟ وفي شوية عقبات يعني. زي العائلة الأخيرة اللي حكيت لنا عليها. أنا ما نحبش أكون متطفلة بصراحة في حاجات يعني ما دخلنيش فيها. لا 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 أنت مش برانية يا خلود. علي احكي لها شو اللي صار وخليها هي تحكم. قبل ما ندرس خلينا نطلبوا قهوة خير. بلاي قهوة. هي والله قصة طويلة صارت معي في الشركة.
في شخص استغلالي معي في الشركة، حاول إنه يستغل العيلة، كنت مسكنها معي في شقة من الشركة حتى هي، فنزهم من الشركة وقعدوا، حاولت إني نسكنهم في شقتي، وهذا هو لما أبوهم بسك يحصل فلوس وإيجار كويس ويقعدوا فيه. إيه أنت بارك الله فيك درت اللي عليك وأكثر، بس كلام عمو نادر بدري يعني خوفا عليك يعني لا أكثر ولا أقل، وفي النهاية بك أنا ما بكش يعني تخسر شخص يعني معين في عملك، وتكون حريص يعني في الشيء هذا. سمعت الكلام ولا لا يعني؟ لا لا كلام إيجابي حسيته هلبة الحق. لا والله أنت درت اللي عليك، بس خدم أنت عندي. والله العظيم. إيه أنا نخدم طبعا في مطعم موظفة، وكان يقدر يعني بكرة يجيني معاهم عادي مفيش مشكلة. وين كانت هذه يا عمي نادر؟ بس خلي مال أنا نلحق نمشي ومنها نقولهم على اللي صار باش ما ننساش. انت غير اصبر لعند غدوة بس. لا لا والله ما نقدر نصبر، خليني نوض ومنها نمر على الحوش ونقول لهم فرصة سعيدة وربي يحفظك. وانا اسعد اني تعرفت على شخص زيك يعني. مال أنا خلينا نوضح. لا لا خليك، فرصة سعيدة مرة تانية وربي يحفظكم. تمام يلا مع السلامة. مع السلامة. هذا هو ولدي علي اللي قلت لك عليه قبل يا خلود. ما شاء الله شخص مجتهد يعني ويحب يدير الخير. رايك نطلعوا؟ انا اطلع. للفرح والأمان كل يوم دمعة تنضرب مليت من الأحزان نبكي ونمسح دمعتي نضوي وتطفى شمعتي واللي نصيبه خان كل يوم صدمة تزيدني جرح وبكى وعذاب لا حب دام ولا رفق لحباب صار حباب كل يوم صدمة تزيدني جرح وبكى وعذاب لا حب دام ولا رفق لحباب صار حباب غابة بلا قانون واللي ضعيف فيهم وللزمن صار زمان الحياة بحار ومرفق اماني اختفت وما زال عندي صرار نوصل لمان ونبتسم من بعد جرحي يلتئم نرجع نكون انسان نوصل امان ونبتسم من بعد جرحي يلتئم نرجع نكون انسان كل يوم صدمة تزيدني جرح وبكى وعذاب لا حب دام
صاروا حباب اليوم صدمة تزيدني جرح وبكى وعذاب لا حب دام ولا رفق لا حباب صاروا حباب غابة بلا قانون واللي ضعيف فيهم ولا الزمن صار زمان.